المورد العاشر المختصر في أخبار البشر أبو الفداء. ثم دخل سنة 640 هجري ذكر وفاة المستنصر بالله المستعصم بالله. لما مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مثل الدوادار أو الدويدار والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله. أقول خليفة إمام المسلمين وولي أمرهم وأمير المؤمنين يتم تنصيبه بمؤامرة المماليك وسطوتهم، وهذا أفضل وأشرف وأنقى طريق عند دواعش الفكر والأخلاق التيمية في تنصيب الإمام وثبوت الإمامة للإمام. فأين إذن السقيفة وأين الإجماع وأين وصية الأول للثاني وأين شورى الستة؟ يكمل أبو الفداء يقول وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي فاستبد كبراء دولته بالأمر. هذا المستعصم الخليفة الأخير آخر الخلفاء الذي سقط وسقطت بغداد معه، الذي أسقط الخلافة وأسقط الدولة الإسلامية. كان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي فاستبد كبراء دولته الشرابي والدويدار فاستبد كبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد وجمع المال. من الذي حسن له يا ابن تيمية؟ يقول وحسنوا له قطع الأجناد وجمع المال ومداراة التتر، ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر. التفت خليفة عبارة عن صورة لا أكثر، لا يهش ولا ينش، مستوب الإرادة، لا حول له ولا قوة. فهل يوجد إنسان على طول العصور غير التيمية يصدق أن ابن العلقمي قد غرر بهذه الصورة وكان يتحكم بها وكانت الصورة تستجيب لأوامر ووسوسات ابن العلقمي وتنفذ له ما يريد، ومنها تسريح الجيش وهي صورة أمرها ليس بيدها؟ فيا تيمية هل كان ابن العلقمي مسيطرا على الصورة وعلى من بيده الصورة من دويدار وشرابي وباقي المماليك وأئمة تيمية من ابن الجوزي وأبنائه وعاشيته وباقي أرباب الدولة؟ فلماذا لا تقولون بهذه الخرافة وتصرحون بهذا فتكون أسطورتكم أقل سفاهة وتفاهة مما طرحتموه من أسطورة وخرافة يا فاقدي العقول والضمائر؟